السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله معانا في الكورس بتاع الثيرمودايناميكس فور سيفل انجينيرنج بعض السولفد سوليوشنز بعض السولفد بروبلمز من الكتاب الخاص بينا. النهارده ان شاء الله هنشتغل المساله رقم 1-5 في الاكسرسايز بروبلم. اكسرسايز بروبلم 1، تمام. المسألة دي بتقول ايه؟ بتقول الاتي، بتقول ان انت عندك 0.09 متر كيوبيك اوف فلويد. يبقى ده زي ما احنا قلنا ان احنا لما بنيجي بنكتب الداتا بتاعتنا بنكتبها بالشكل اللي احنا متعودين عليه، اللي هو ان احنا بنكتب الفوليوم، بنكتب البروسيس، بنكتب التايب بتاع البروسيس، بنكتب البروبرتيز من ناحيه وناحيه. وقلنا ان احنا عندنا كل القوانين اللي احنا بنلعب فيها هي عباره عن بي في اس ان بتساوي ثابت، او ان احنا عندنا الورك دان اللي هو بيساوي تكامل البي في الدلتا في، وده للكلوزد سيستم. واغلب المسائل عندنا اللي احنا شغالين عليها هي كلوزد سيستم. بالتالي انت بتتكلم في ان هو عندك، فلما قال لك ان الفوليوم في الاول بيساوي 0.09 متر كيوبيك، يبقى هو بيتكلم هنا على التوتال فوليوم، الفوليوم كله على بعضه. قلنا ان في فرق بين الفوليوم ده والسبيسيفيك فوليوم اللي بيساوي التوتال فوليوم على الماس، وده بيساوي المقلوب الرو اوف فلويد. زي ما قلنا الفلويد دوت هنا بيمثل لك اللي هو عندك الستيل بار اللي انت بتتعامل عليه في السيفل انجينيرنج. لو انت عندك دلوقتي هو بيقول لك ات 7 من 10 بار، يعني دي خليها في 1 ودي في 1 لان دي الستيت رقم 1، وبعد كده خلينا هنا نسمي الستيت دي رقم 1 ونقول ان هنا بي 1 يساوي 7 من 10 بار. زي ما قلنا 7 من 10 بار دي بتمثل البريشر، اي القوه اللي بيأثر بيها الوسط المحيط على الستيل بار الخاص بينا، تمام. بعد كده عندنا بيقول ان هو ار كومبريست reversibly to pressure of 1.5 بار. يعني هو بيقولك ان البروسيس من 1-2 هي عبارة عن reversible compression، يعني بيتقال عليه reversible compression. تمام. وبعد كده بيبقى ال according to BVSN بتساوي ثابت، اللي هي العلاقة اللي احنا لسه بنقول عليها، قلنا ان دي انت بتلعب فيها في البروبرتيز، تمام. ودي عشان تجيب الورك او عشان تجيب البروبرتيز لو هو مدي لك الورك، تمام. طيب بعد كده this fluid is then heated يعني بنسخنه at constant volume. يبقى كده انا خلصت البروسيس رقم 1-2، بعد كده دخلت في بروسيس 2-3، وطبعا اخش ارسم البي في دياجرام بتاعي. كل بروسيس اخش ارسمها بي في دياجرام. هو بيقول هنا ريفرسبل كومبريشن، يعني بتتكلم ان انت عندك كومبريشن، يعني مبدئيا كده الفوليوم هيقل والبريشر هيزيد، ماشي. بي في اس ان يبقى انت على طول بتتكلم في الكيرف ده 1-2 كومبريشن. انت عندك بتختار ما بين ايه؟ بتختار ما بين الكيرف ده او الكيرف ده، ماشي، او الكيرف الهوريزونتال او الكيرف الفيرتيكال. ده كونستانت فوليوم، ده كونستانت بريشر، وده بي في اس ان يساوي ثابت كومبريشن، وده بي في اس ان يساوي ثابت اكسبانشن. ده الاختيارات بتاعتك في البي في دياجرام عشان تبدا ترسم. قال لك هيتد ات كونستانت فوليوم، يبقى ده اسمه constant volume heating، تمام. until a pressure of 4 بار. يبقى انت عندك البريشر بتاع رقم 3 بيقول لك ان هو بيساوي 4 بار، تمام. وبعد كده the specific volume is then الزن، يعني بعد كده من المرحلة اللي بعديها، يعني بنتكلم على 3 نص متر كيوبيك لكل كيلوغرام، يعني الفي 3 بتساوي 0.5 متر كيوبيك لكل كيلو جرام. و ريفرسبل اكسبانشن بعد كده ايه؟ بيتكلم عن البروسس الاخيره. لا احنا كده خلاص ننهي هنا، نرجع هنا نرسم
يبقى انت عندك من 2 ل 3 constant volume heating، يبقى انت بتتكلم على من 2 constant volume، يبقى انا بختار الكيرف الفيرتيكال دوت، الكيرف دوت، يبقى انا مختار constant volume heating من 2 ل 3 heating، يبقى بطلع لفوق cooling يبقى بنزل لتحت، تمام؟ ده بالنسبه هنا من النقطه من 2 ل 3. هنا عندك اهو لو انت عندك السهم الفوق ده يبقى ده سهم heating، لو السهم اللي تحت ده يبقى سهم cooling. نفس الكلام هنا عند constant pressure، لو السهم ده كده يبقى ده heating، ولو السهم كده يبقى ده cooling. طبعا زيادة الفوليوم expansion تمدد بيحصل في سيخ الحديد، وهنا cooling contraction بيحصل في السيخ بتاع الحديد. بعد كده بيتكلم عن process من 3 ل 4، وبيقول لك ان هي reversible expansion، يبقى انا عندي هنا reversible expansion، تمام؟ بيقول ان هي according to B في اس 1.2 بيساوي ثابت، و ريستور ذا فلويد تو ذا انيشال ستيت، يعني رقم 3 دوت رجع للانيشال ستيت بتاعته من 3 ل 4 ريفرسبل اكسبانشن تو ذا كونستنت ريستور ذا فلويد تو ذا انيشال ستيت. يبقى البروسيس دي مش 3 ل 4، البروسيس دي عباره عن 3 واحد، لان هو بيقول لك restore the fluid to the initial state، يعني نزل كده دايركت على طول من 3 ل 1 في عمليه expansion. السهم اهو بتاع الاكسبانشن انا عندي هنا expansion، اخترت دوت عشان هو عامل كده، اسف عشان ان انا عندي expansion فبعمل كده الاتجاه. يعني هو الفكره ان انت ده بي في اس ان، ده بي في اس ان، الاتجاهات بتاعتك، ده مش heating هنا، ده مش compression، لا ده انت وانت طالع لفوق كده يبقى ده اسمه كومبريشن، انما وانت راجع لتحت كده يبقى ده اسمه اكسبانشن، تمام؟ وده تكتب هنا بي في اس 1.2 بتساوي ثابت، ودي بي في اس ان بتساوي ثابت. طب هو هنا بيقول لك عايز الماس، وزي ما قلنا عايز الماس، يبقى انت بطبيعه الحال بتلعب على الحته بتاعت ان هو مديلك الفوليوم في الاول، فانت محتاج تجيب الفوليوم بتاع رقم واحد عشان تجيب منه الماس، وعايز الفاليو اوف ال N في ال first process، عايز ال value بتاعت ال N، وعايز ال network done خلال ال cycle دي. انت عندك هنا تعالى نمسح القوانين دول ونبدأ ان ايه نبدأ نستعمل. لو انت بتتكلم على ان هو عايز ال mass بتاعت ال process في ال first flow، يبقى انت عندك رقم واحد هنا انا عايز ايه ال mass عند نقطة واحد، او ال mass عموما، يعني هي ال mass عند واحد، هي عند اثنين، هي عند ثلاثة، لان ال mass ما بتتغيرش خلال البروسيس. يبقى انت بتتكلم هنا ان انا عايز اجيب ال V واحد، عايز اجيبها عشان اقدر اقول ان الماس بتساوي من القانون دوت كده، اقدر اقول ان الماس بتساوي الفوليوم بتاع رقم واحد على السبيسيفيك فوليوم بتاع رقم واحد من القانون دوت. طيب السبيسيفيك فوليوم بتاع رقم واحد مش معايا، يبقى انا محتاج ان انا ابدا اطبق القوانين بتاعه البروبرتيز، وابدا اقول ان V واحد بتساوي V2، وحط هنا ال N بتاعتي، وحط هنا ال N بتاعتي، لو هو مدهاني احطها هنا، هو مش مدهاني فبالتالي انا عطلت برضو، يبقى انا كده اقدر احط الارقام واسكت. يعني ايه؟ يعني هو مديني هنا ال V1 بتساوي 7 من 10 في ال V1 اللي انا عايزها، اس N اللي انا عايزها برضو، بتساوي ال B2 مش عارفها، ال V2 هنا برضو انا مش عارفها، اس N بتساوي دوت. يبقى انا عندي القانون ده كده هسيبه زي ما هو ومش هعمل فيه اي حاجه. بعد كده هرجع ان انا اطبق في البروسيس رقم من 2 ل 3، وابدا اقول نفس الكلام تاني، اقول ان V2 تساوي البي 3 في 3، احط هنا ال N، احط هنا ال N. هو هنا قال لي ان كونستانت فوليوم، ده معناه هنا ان ال N بتساوي صفر، ده اسف كونستنت فوليوم معناه ان انت على طول بتقول ان الفي بتساوي الفي 2 بتساوي الفي 3، تمام؟ يبقى كتبت القانون العام، بعد كده كتبت القانون الخاص بتاع البروسيس دي لان هي ما فيهاش ان، يبقى الفي 2 بتساوي الفي 3 بتساوي نص، هنا هو مديني الفي 3، يبقى دوت نص متر كيوبيك لكل كيلو جرام. يبقى هنا اقدر ان انا اشيل الفي 2 هنا اللي هي بقت نص، اشيلها من هنا كده واحط مكانها النص دوت، وابقى عطلان على البي 2 والان عشان اقدر اجيب الماس بتاعه الفلويد.
طيب ابدا اخش على البروسيس من 3 ل 1، وهو هل قال لي ريفرسبل اكسبانشن بالعلاقه دي، يبقى بي 1 يبقى بي 3 في 3 بتساوي بي 1 في 1. طبعا دي اس 1 و2 من 10 ودي اس 1 و2 من 10. هو قال لي هنا ان البي 3 انا معروفه عندي ان هي ب 4 بار اهي، يبقى دي 4 بار. في العلاقات دي انا ما بحولش البار، لان هو الناحيه دي والناحيه دي موجود، فما بحولوش، بحوله بس في العلاقات الخاصه بالورك. لما اقول بي دي في يبقى ده بيبقى بالباسكال، وده بيبقى بالمتر كيوبيك، عشان يطلع لي في الاخر ورك بالجول. ده ب 4 بار. الفي 3 معروفه عندي بنص، بتساوي البي 1 معروفه عندي بسبعة من عشرة. اقدر اجيب هنا في واحد واثنين من عشرة، الفي واحد مش عارفها، اس واحد واثنين من عشرة. يبقى من العلاقة دي، انا اصلا قدرت اجيب الفي واحد من غير ما استعمل العلاقة دي. يبقى انا بمشي في البروسيس واحدة واحدة، وببدأ اشوف ايه اقدر اجيبه وايه ما اقدرش اجيبه من العلاقات. يبقى انا هنا جبت الفي واحد، بطبيعة الحال هبدأ اعوض بيها هنا، ومعايا الفي واحد كتوتال فوليوم، ده سبيسيفيك فوليوم. هنا انا جبت الماس بتساوي رقم معين. ده بالنسبه للمطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عايز الفاليو اوف ان. ببساطه لو انت خلاص ما خلاص كتبت القوانين، فالموضوع بالنسبه لك بيس اوف كيك. انت بتخش تعوض في القوانين اللي احنا قلنا عليها، بي في بتساوي بي في، او الورك بيساوي تكامل بي دي في. انا هنا معايا الفي واحد، لو انا هنا ايه قلت ان انا هاخد الفي واحد دي واعوض عنها هنا، وليكن الفي واحد دي طلعت برقم معين، يبقى انا كده عايز الان. طبعا الان هنا مش معايا، البي 2 هنا مش معايا، يبقى انا كده عطلان على البي 2. لو جيت مسكت البروسيس من 1 ل 2، ده معايا البي 1 والفي 1. هل هنا هو مديني البي 2 3.5 بار؟ اسف، في نقطه مكتوب هنا انا نسيته، اللي هو ان البروسيس الاولانيه الايزو او الريفرسبل كومبريشن موجود فيها ان هو بيقول لي ان البي 2 بيساوي 3.5 بار. يبقى انا كده هو بيديني البي 2، وانا جبت اصلا الفي 2 من العلاقه اللي هي بتاعه البي 2 بتساوي الفي 3، وجبت الفي 1 من العلاقه بتساوي بي 1 في 1 في 3 في 3 في العلاقه ديت. اقدر اجيب هنا الان، تعتبر هي المجهول بتاعي، اخد اللين بتاع الطرفين، بمعنى ان انا هعمل، او ان انا ممكن اعملها على الاله الحاسبه، بس الافضل ان انت تاخد اللين بتاع الطرفين. يعني ايه؟ يعني هنا تقول ان انت عندك اللين بتاع 7 من 10، وتطلعها بره بقى، تطلع 7 من 10 بره وتنزل الان وهكذا، او تحطها على الحاسبه وهي هتتحل على طول شيفت سولف. يبقى انت كده جبت الان، جبت البولي تروبيك اندكس، ده بيتقال عليه البولي تروبيك اندكس. هو عايز بعد كده الورك دان في السايكل، وعايز السكتش. احنا عملنا السكتش على بي في دايجرام اوريدي، بنعمله في اي مساله عندنا. زي ما قلنا الورك طبعا ده سبيسيفيك ورك، يعني انت بتتكلم على ان الوحده بتاعته في الاخر هتطلع جول على كيلو جرام، لان احنا ما اشتغلناش بالتوتال فوليوم، لا احنا قسمنا على الماس واشتغلنا بالسبيسيفيك فوليوم. يبقى انت بتتكلم على تكامل البي دي في، تمام، بتتكلم على كل بروسيس. كان لازم نبقى راسمين الكيرف بتاعنا، ممكن هنا نمسح المساله او الجزء الخاص بالورك دوت، ونبدا نرجع البي دي في عشان ابدا اشوف العلاقات بتاعتي، لان دي بتساوي الاريا اندر ذا كيرف. فبالتالي انا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، هنا لازم ارسم الكيرف عشان ابدا اشوف الطول بتاعه ايه والعرض بتاعه ايه، واضرب الطول في العرض كده جبت الاريا. يبقى انا عندي البروسيس من 1 ل 2، وبعد كده عندي البروسيس من 1 ل 2 كومبريشن، وبعد كده عندي من 2 ل 3، وبعد كده عندي من 3 ل 1. طيب هنا انا عايز البي دي في، انا عايز الاريا اندر ذا كيرف بالنسبه ل1 و2. اول ما اشوف الكيرف دوت اعرف ان انا على طول عندي علاقه بتقول بي في اس ان بيساوي ثابت، وابدا ان انا اعوض عن البي بدلاله الفي. بمعنى ان انا هنا عرفت ان البي في اس ان، انا عرفت ان الان خلاص جبتها من المساله بتاعتي، كانت المطلوب رقم 2 وليكن 3.4 مثلا بتساوي ثابت. اقدر هنا اقول ان الفي اس 1.4 بتساوي الثابت على البريشر. اشيل هنا البريشر، اسف هبدل ما بينهم، عايز اشيل البريشر، يبقى اقول البريشر بتساوي السي على في اس 1.4، يبقى اقدر اقول هنا كامل، واقول ان انا اقول تكامل السي ده ثابت، اطلعه بره التكامل، وبعد كده اقول عندي دي في على في اس 1.4. طبعا اعمل التكامل دوت،
هقول ان انا عندي بتساوي السي، الفي هتبقى بتساوي ديت بتساوي تكامل السي في الفي سالب 1.4 دي في، ازود على الاس 1 اقسم على الاس الجديد، يبقى انا عندي الثابت. طبعا هنا اشيل الثابت احط مكانه على طول البي في اس 1.4 اي واحده، بي 1 في 1 او بتساوي ب 2 في 2. يبقى هنا انا معايا البي 1 ومعايا الفي 1، يبقى اقول بي 1 في 1 اس 1.4 ماشي مضروبه في ناتج التكامل، هيبقى عباره عن زود على اس 1 اقسم على الاس الجديد، يبقى هيبقى عندي في اس سالب 4 على سالب 4، يبقى انا هقول هنا في. طبعا العلاقه دي معموله من 1 ل 2، فانا لازم هنا اقول في 2 اس سالب اس سالب 4 على سالب 4 ناقص الفي 1 اس سالب 4 على سالب 4، تمام. وده يبقى عندي هو الورك اللي معمول في الجزء بتاع السايكل من 1 الى 2، عندي الفي 2 وعندي الفي 1 وعندي البي 1 وعندي الفي 1. انا مسكت هنا الجزء من 2 ل 3، طبعا اول ما اشوف خط مستقيم اعرف ان انا عشان اجيب الاريا اندر ذا كيرف هضرب طول في عرض. هنا انا عندي كونستنت فوليوم اصلا، فما فيش كيرف تحتي، ما فيش كيرف، ما فيش طول، يعني في طول بس ما فيش عرض، هضرب الطول في العرض هيديني صفر. يعني كونستنت فوليوم ما بيعملش ورك، هو ثابت في مكانه، لا بيروح ولا بيجي. زي ما قلنا في سيخ الحديد انت عندك الكونستنت فوليوم ده عباره عن ان انت بتمسكه في مكانه وبتحافظ على الفوليوم بتاعه، بالتالي هو مش قادر يزق يمين ومش قادر يزق شمال، الورك هنا بيتعوض على هيئة زيادة في البريشر على الحاجات اللي انت مثبت بيها، ولكن الحاجات دي ما بتتحركش، بدل ما فيش حركة اذا ما فيش ورك. طيب لو انت بتتكلم بعد كده على المنطقة بتاعت من 3 ل1 هتبقى نفس الكلام، لو انت بتتكلم على الورك طبعا ده الورك من 1 ل2، الورك من 3 ل1 سواء تكامل البي دي في نفس الكلام، انا عندي هنا من 3 ل1 العلاقه بي في 1.2، يبقى انا هشيل الثابت واقول ان هي عباره عن سي تمام تكامل 1 على في اس، يعني على طول عشان تبقى الدنيا ثابته بالنسبه لك هتقول لو انت عندك العلاقه بتاعت بي 1 في 1 في اس 1.2 والتكامل بتاعها، هتقول على طول ان انت عندك بي تختار واحده من الاثنين، يا دي يا دي، يبقى انت عندك بي 1 مثلا في 1 اس 1.2 زي ما قلنا هنا، وتقول على طول تكامل دي في على الفي اس الرقم ده 1.2 بس كده. وبعد كده تقوم ايه مزود على الاس 1 وتقسم على الاس الجديد، فهتلاقي نفسك بتتكلم في بي 1 في 1 اس 1.2 تمام مضروبه في 1 على اسف دي هتبقى في اس سالب 1.2 زود على اس 1، يبقى انت عندك هيبقى سالب 2 على سالب 2، يبقى في اس سالب 2 على سالب 2. طبعا دي من البروسيس عباره من 3 ل1، فانا هطرح 1 من 3 اطرح الفاينل ناقص الانيشال يبقى ده ناقص الفي 3 اس سالب 2 على سالب 2، وده هنا يديني الورك من 3 ل1 ورك من 1 ل2 اجمعهم على بعض يديني النتورك خلال السايكل اللي هو بيمثل الاريا اللي جوه دي، لان انا طرحت الاريا اللي تحت الكيرف دوت ناقص الاريا اللي تحت الكيرف ناقص الاريا اللي تحت الكيرف دوت، فتقدر تديني الاريا داخل البروسيس، وهي دي النتورك بتاع السايكل.